بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
والله خير.